جبران من مواليد 1975 بمدينة قنيطرة. البداية ديالي كانت في فئة الصغرى ديال الفريق النادي قنيطرة بالطبع. من بعد في سنة التحق فريق الكبار في سنة 1976 كانت هذيك البداية ديالي مع الفريق الأول. هي الأندية اللي لعبت الفريق النادي القنيطري تقريبا الأمر ديالي كله لما قلتوش، ولكن لعبت بعض المقابلات مع اتحاد القاسمي. المنتخب الوطني التحقت به في سنة 1978 في موريتانيا، كانت هذيك المشاركة ديالي الأولى. من بعد لعبت عدة مقابلات، لعبت جوج كؤوس إفريقية، لعبت كأس إفريقية في سنة 1980 في لاغوس في نيجيريا، كان الفريق الوطني حصل الرتبة الثالثة، وشاركت في كأس إفريقيا اللي كان داز في القاهرة سنة 1986 مع النادي القنيطري. يعني فزت بجوج ديال البطولات مع النادي القنيطري، النهائي ديال كأس العرب في السعودية الاحتلال ديال النصر الصف الثاني، بعد مباراة حبية المباراة اللي تصلنا فيها لسلتيك، والمباراة اللي لعبنا مع الباير، كانت هذه من أهم الأحداث ديال النادي القنيطري يعني اللي كنا اللي كانت في ذاك الوقت ديالنا هنايا. هي في الحقيقة هي المباراة ديال كأس إفريقيا في نيجيريا. اللاعب اللي كانوا معنا ذاك الوقت كلهم كيتذكروا هذه النقطة هذه. كنا لاعبين المباراة الأخرى ديالنا مع غانا، وكانت غانا هي كانت فازت بكأس إفريقيا ثلاثة ديال المرات، وكان ما كانش، وكنا حنا كان خصنا ننتصروا على غانا، يعني حتى التعادل ما كانش يكفينا باش نتأهلوا للنصف النهائي. فإذا يعني إحنا في الفندق جمعنا الأمتعة ديالنا وديناهم معنا الملعب على أساس إلى قدرنا نديروا شي حاجة ذاك النهار، وكانت كنا غادي نقدروا نحققوا واحد النتيجة التعادلية ما كانش كتعطينا التأهل للنصف النهائي. في الملعب طرا واحد الحدث، وهو ما كان عزيز الديدي المرحوم الله يرحمه بالنار كان سجل واحد الإصابة ونط شوية ديال الصداع. وكانت هذيك غانا ديما كتربح نيجيريا، وكانوا لا انتصروا علينا حنا غيلعبوا مع نيجيريا، ومع نيجيريا في الدومي فينال. الور كان واحد الحارس عندهم داير واحد الطربوش في الليل، لان المباراه كانت لعبه في المساء، ودخل واحد من الجمهور حيد لي داك الشابو ديالو وتبعوه اللعابه ونط الفوضى وضربوه. حنا طلبنا الاربيت نقولوا صافي صفر، نط الفوضى نخرج بحالنا. فاذا به الحكيم كان من غينيا حتى هو صفر نهائي ديال المقابله، وصدقنا حنا راجعين الفندق ديالنا ولعبنا النصف النهائي مع مصر وانتصرنا بجزافر. الكاك يعني مشكلة الكبير واللي وصلها لهذا الشيء كامل هما المسيرين بكل صراحة ما تفقهوش في الكرة، لأن تسير بوحده وتفهم في الكرة بوحده. فالمسيرين اللي كيجيو دابا إما كيجيو مدفوعين محطوطين، أن إذا رجعنا كاع للجموع العامة اللي دازت ما كنجيبوش شي جموع عامة داز قانونية، ما كانش هذا كيمشي تيحط هذا. وملي كيبدا الرئيس دي تيقول لك شهرين تيقول لك إمكانية ما كايناش. نادي قنيطرة المشكلة هو التسيير، اللعابه كاينين في المدينه، لان اليوم الا شفنا بعض المباريات في قسم الوطن الاول كنلقاو لعابه، انا مشينا لتطوان كيلعبوا جوج لعابه، مشينا لطنجه كيلعبوا جوج لعابه، مشينا للاسفي كاينين لعابه، يعني فين ما مشينا كاينين لعابه كيلعبوا. فعلاش القنيطره ما فيهاش ولادا؟ هذا مشكل ديال المسيرين، لان المسير اليوم كيجي مدرب ضعيف باش يبقى يدخل ليه شنو خصو يدير، كيجي مدرب ضعيف باش هو يقرر دخل هذا خرج هذا، وكاين المسائل عاوتاني ديال اليوم ولا تتمضي على عقد وصافي يلعب ولا ما تلعبش، ما كاينش ذاك حب الفريق. هذا هو المشكل. والكاك حاليا يعني ما كنشوفوش حاجه كتصلح. المكتب اللي جا كيفسد اكثر من المكتب الاخر، ما كاينش شي مكتب جا وقال اشنو دار المكتب الاخر، شنو الاخطاء اللي دار المكتب الاخر، نحاولوا حنا نصحوا منها شويه باش كلشي شويه بشويه غادي نقصوا. لان المكتب اللي فات كيجيب 18 لاعب كيجيب 20 لاعب، الو كل لعبة القنيطره موجودين، والحاله هو بان اليوم، لان حتى اللعابه ديال القنيطره موجودين. ما يمكنش فرقه في الهوات تجيب لعاب
تجيب لعاب 20 لعاب ما يمكنش. يعني فينا هو المدير التقني، فينا هما الشبان، فينا هما فريق الامان، فينا ما كاينش. الكاك مع كامل الاسف كضر، كيضرنا هادشي اللي كنشوفو، كيضرنا بزاف. وكنتمنوا هادشي واش يتصلح ولا ما يتصلحش ما نعرف، ولكن نتمنوا على الله تغيير الامور. كما كتشاهد الان حنا كنشرفوا على واحد المدرسه ديال الفئات الصغرى مع السي عز المعبيد. يعني الاهم ديالنا والحب ديالنا لهاد الوليدات الصغار وهاد كره القدم في قنيطره، لان انا كما تحدثت معك كاين واحد كاين وليدات مزيانين خص لي يساعدهم. وحنا الان عندنا واحد درنا واحد الكونفونسيون مع المجلس البلدي، وكنتكلفوا بواحد هاد واحد الفئه ديال الوليدات الصغار ديال من 6 سنين حتى 12 عام 13 عام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.